السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار تأتيكم من قناة الكود الفضائية. على الرغم من التباين النيابي والسجالات الحكومية النيابية الذي أدى إلى تأجيل عدد من القوانين إلى الأسبوع المقبل، إلا أن مجلس الأمة استطاع اليوم إقرار عدد من القوانين المهمة، فانتهى من قانون التأمين الصحي وحصره بداية على المتقاعدين ليكون بمثابة التجربة التي ستستطيع الحكومة بعدها إضافة فئات أخرى لاحقا. جلسة اليوم شهدت أيضا إقرار قانون وصف بالحلم والمتمثل بتعديلات قانون المحكمة الدستورية والتي سمحت بتمكين الأفراد من الطعن أمام المحكمة الدستورية. إقرار هذا القانون بمدولته الثانية اليوم يتخوف الكثيرون من ألا يكون نهاية المطاف، وخصوصا مع تخوف البعض من إمكانية رد الحكومة لهذا القانون بعد تصويتها عليه بالامتناع. المجلس وافق اليوم على عقد جلسات بشكل يومي بدءا من الاثنين القادم حتى يتمكن من إقرار الميزانيات. خلال جلسة وصفت بالنوعية استطاع مجلس الأمة اليوم إنهاء عدد من الملفات المهمة، فأقر المجلس قانوني التأمين الصحي للمتقاعدين وتعديلات المحكمة الدستورية، فيما أجل تعديلات البي أو تي ومكافأة نهاية الخدمة إلى الأسبوع المقبل الذي سيشهد 4 جلسات متتالية تبدأ من يوم الاثنين المقبل لإنهاء الميزانية. رئيس مجلس الأمة وصف تعديلات قانون المحكمة الدستورية بالتاريخية التي ستمنح للأقليات حقها بالطعون أمام المحكمة الدستورية. تمكين الأفراد من اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة مع وضع ضمانات كافية لعدم إغراق المحكمة الدستورية بالكثير من الطعون، ومنها مبالغ الكفالة وعدد المحامين المعتمدين وغرفة مشورة تنظر في جدية الطلب من عدمه، وهو حلم قديم من السبعينات، من 1973 لم يتحقق إلا اليوم. الجلسة شهدت إقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي وصفه وزير الصحة بالمهم، معتبرا أن حصره على فئة المتقاعدين يعد كتجربة للقانون للاستفادة منها. طبعا هذا التأمين يهدف شريحة المتقاعدين كتجربة في بداية الأمر حتى نتمكن من دراستها، ومن ثم موجود في القانون على وزير الصحة أيضا إضافة أي شريحة فيما بعد، وإضافة هذه الشريحة المهمة في اعتقادنا المعلومة البيانات حتى نتمكن من خلالها إصدار بوليصات التأمين عن طريق طرح المناقصات مع شركات التأمين. الجلسة شهدت سجالات نيابية حكومية حول قانون مكافأة نهاية الخدمة أدى إلى تأجيله اليوم الاثنين المقبل للبت فيه، كما شهد قانون البي أو تي سجالات نيابية نيابية وأخرى نيابية حكومية حول المادة 7 التي تختص بالمشاريع الحالية لنظام البي أو تي الحالي، رغم تقديم الحكومة لتعديلات قد تدفع بإقراره خلال الجلسة المقبلة، وهو ما دعا برئيس المجلس إلى دعوة لاجتماع موسع الأحد المقبل لتحديد مصير القانون الذي يعتقد البعض أنه سيقر خلال الأسبوع المقبل. طبعا المادة لم تكن واضحة وبينة، لأنها في السابق أو في المداولة الأولى كانت المادة تغبن حقوق من كان لديه عقود مع الحكومة السابقة، لكن بعد تقديم التعديلات وخصوصا التعديل الأخير للحكومة الذي كان واضحا منه هو أنه تستمر العقود السابقة على أملاك الدولة كما كانت ولا تجدد إلا إذا كانت هناك 3 ضوابط رئيسية. وكان المجلس قد أقر أيضا مشروع قانون حكومي قديم لإنشاء مركز خاص بصندوق النقد الدولي، هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط. جلسة نوعية استطاع خلالها مجلس الأمة من طي عدد من الملفات، منها ما يلامس هموم المواطنين كالتأمين الصحي للمتقاعدين، ومنها ما يعد انتصارا للحياة التشريعية كتعديلات المحكمة الدستورية، فيما تم تأجيل الجانب الاقتصادي المتمثل بقانون البي أو تي إلى الأسبوع المقبل. حمد النبهان من مجلس الأمة، قناة الكوت.